معانا كمان على التليفون أستاذ شحاتة حازم، وهو حاليا منتظر عودة الست أشخاص، وهو واحد كمان من أقاربهم، عنده تفاصيل أكتر طبعا عن رحلة العودة. برحب بيك يا أستاذ شحاتة. مساء الخير يا أستاذ سفينة. مساء الخير عليك. أنت حاليا موجود في المطار مظبوط؟ آه موجود في مطار القاهرة. تمام. قول لنا دلوقتي التفاصيل اللي أنت عارفها عن الرحلة، هل الطيارة اتحركت بالفعل ولا إيه المعلومات اللي عندك؟ الطيارة اتحركت وقدامها ساعة على الوصول. طيب يوصلوا بكل خير ان شاء الله. يعني الطيارة خلاص طلعت بالست اشخاص وتحركوا. الست اشخاص موجودين في الطيارة المتجهة للقاهرة. هيجوا يعني الاول على القاهرة. طيب استاذ شحاتة، قول لنا التفاصيل اللي عندك، مين اللي بلغك بكل التطورات وبالتالي اتحركت على المطار علشان تستقبله؟ التطورات جت من المستشار همجد أمير النصيب. أيوة. هو اللي اداني الخبر، وبعدين كل حاجة كانت متذاعة على التلفزيون. فاتأكدت إن خلاص هم جايين في الطريق، فتوجهت للمطار علشان تستقبله. توجهنا على المطار، ومعي ومعي ناس كتيرة تعبانة معايا بصراحة هنا في المطار، مش قادرة أقول لك يعني قد إيه تعبوا معايا. طبعا. ومن الساعة كام هم بيلفوا معايا في المطار عشان مستنين وصولهم. بس اكيد بقول لهم شكر خاص، بس بعد ما الناس توصل كده بقول لهم شكر خاص مني. ان شاء الله ربنا يعني يريحكم ويطمن قلبكم عليهم، يعني خلاص ان شاء الله يعني وقت قليل جدا وتستقبلوهم ويكونوا يوصلوا لمصر بكل خير وسلام. استاذ شحاتة عايز ارجع معاك للايام اللي فاتت مره تاني، الايام الصعبه اللي عشتوها طبعا، وانت واحد من قرايبهم اكيد كنت عايش كل التفاصيل. قول لنا الأول هم ليه كانوا مسافرين لليبيا؟ يعني التفاصيل الخاصة بموضوع الشغل، هل أول مرة بيسافروا ليبيا كلهم ولا موضوع السفر جه إزاي؟ لا هم مش أول مرة يسافروا ليبيا، بس هم كانوا يسافروا أيام ما كان لها رئيس، أيام معمر القذافي. لكن بعد اللي حصل أيام استشهاد 21 بتوع ليبيا ما حدش فيهم سافر ليبيا تاني. يعني مش كان في بعض منهم متواجد في ليبيا خلال 2021؟ ما هو بعد الحادث بتاع 21 شهيد دول ما حدش كان لا اقصد سنه 2021 السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت. لا خالص من 2015 ما حدش راح فيهم ليبيا. لكن المعلومات انه من 21 كانوا في ليبيا ما حدش موجود كان في ليبيا هناك. طب وايه اللي خلاهم يقرروا يسافروا السنه دي؟ هو اللي حصل لعبه حصلت عليهم كده مش عايز اقول لك. ايه اللي حصل؟ انه هو في مندوب مصري قال لهم الدنيا فتحت، وراح صفر واحد قبلهم ومشي. فلما صفر السته دول اتعمل عليهم كمين كده. لكن هم كان يعني متنبه عليهم ان هم يبقوا موجودين بس في منطقه الشرق في ليبيا، ما يدخلوش خالص منطقه الغرب، مظبوط؟ بصي انا في تفاصيل كتيره هنعرفها لما هم يوصلوا. بس هم عاشوا ايام صعبه. اتكلمت معاهم في فترة الاختطاف؟ لا للأسف ما كانش يكلموا غير حد واحد، شخص واحد بس. كنتوا تعرفوا عنهم ايه طيب في الفترة دي؟ ايه؟ كنتوا عارفين ايه عنهم خلال فترة الاختطاف اللي هي حوالي كانت 15 يوم؟ كل اللي كنا نعرفه ان هم خابطينهم وبيعذبوهم، مفيش أكل مفيش نوم مفيش أي حاجة حلوة بيشوفوها، وكل اللي مطلوب مننا ان احنا ندفع لهم فلوس. وموضوع الفلوس ده بالنسبه لكم اول ما سمعت عنه ايه التحركات اللي عملتوها او كلمتوا مين علشان يلحق يتحرك في الموضوع؟ احنا كلمنا ناس كتير، والناس كتير كانت بصراحه ساعدتنا ورحنا بس احنا كنا خايفين من دفع الفلوس. هنوصل لهم الفلوس ازاي؟ يعني مشكلتكم كانت تدفعوا فلوس ازاي؟ لكن لما اتدخل بصراحه، لما اتدخلت وزارة الخارجية والرئيس اتدخل وكل الجهات الأمنية اتدخلت، فكل حاجة اتحلت. طبعا والشرطة الليبية برضو طبعا في تحركات من أطراف كتير، يعني بتوجيهات الرئيس السيسي زي ما قلنا، والخارجية المصرية كانت بتنسق مع الأطراف اللي كانوا موجودين في غرب ليبيا اللي زي ما قلت ليهم يعني سلطة إن هم يحركوا من الأمور زي الشيوخ أو الحكماء في منطقة الغرب الليبي. طيب حاليا بالنسبه لك فكره الاختطاف او الكلام ده كله، هي المعلومات عندكم ان اللي عملوا كده هم عصابات
بيتاجروا في البشر صح؟ صح. لكن بس هي مش هجرة غير شرعية، لأنه الورق طال يعني، هو دخل المطار ازاي؟ اتختم له في الجواز بتاعه ازاي؟ فبالتالي بتقول ان هم مسافرين بشكل قانوني. بشكل قانوني، انت دلوقتي ختمت له في الجواز ازاي وخليته ركب طيارة؟ انت ركبت الطيارة بناء على ايه؟ كان قلت له من المطار ان ورقك غير صالح. طبعا كلامك بكل تأكيد منطقي. على كل حال بنتمنى يرجعوا بكل خير، وإن شاء الله تستقبلوهم كلهم يكونوا بكامل صحتهم، ويعني ربنا تاني يريح قلبكم ويطمنكم عليهم في أقرب وقت. بشكرك جدا أستاذ شحاتة حازم، واحد من قرايب المختطفين أو اللي كانوا مختطفين في ليبيا. بنتابع مع حضراتكم طبعا كل التطورات، وفي حالة إن جد جديد أو وصلوا في أي وقت أكيد هنبقى مع حضراتكم بنقول لكم التفاصيل من داخل كمان المطار في وقت الوصول. فطبعا قضية مهمة، وتاني بنشكر كل الجهات اللي اشتغلت على حل الأزمة بشكل سريع، وإن هم رجعوا كلهم بكل خير وسالمين. نركز كويس قوي في الجملة دي، لأن إحنا عارفين الأوضاع في ليبيا يعني متوترة بشكل كبير، فلولا التحركات اللي احنا شفناها من مصر ان هي حريصة ان هي تحافظ على كل مواطن مصري وان هو يرجع بكل خير وسلام، وزي ما قلنا الرئيس السيسي بنفسه هو اللي كان بيتابع الموضوع، توجيهات رئاسية بمتابعة الموضوع والتواصل مع مختلف الجهات، مع الجيش الليبي، مع القيادات المختلفة، مع النواب في مجلس النواب الليبي، علشان يتحركوا والست مصريين يرجعوا بكل خير وسلام وفي أسرع وقت. وبالفعل شفنا أن الدولة المصرية نجحت في ده، فطبعا كل الإشادة والتقدير للتحركات اللي حصلت على مدار الساعات اللي فاتت.